صاحب السمو أصحاب السعادة حضرات الضيوف الكرام والشباب. كاتب الأغاني لينارد قال أن هناك شرخ في جميع الأشياء وهذا هو طريقة دخول النور. هناك بالتأكيد فجوة ما بين الشباب والخبرة والإتاحة للتعلم المناخي. الضوء هنا هو التعليم، بناء القدرات والوعي. رئاسة مؤتمر الأطراف وبطولة الشباب رأى هذه الفجوة كدعوة من أجل أن يكون هناك تسليط ضوء وتمكين الشباب في البرامج. والفجوة ليست بناء على اقتناع عاطفي أو آراء شخصية ولكن بناء على وقائع. هناك الوحدة والطبيعة العمل وفضول الشباب من أجل وجود الضوء ودفع العمل المناخي إلى الأمام. على مدار الثلاث سنوات الماضية وكلام الشباب الذي يمثل أكثر من 750 ألف شاب من أكثر من 150 دولة وكلهم متطوعون على فكرة، نرى الفجوة الذين يتحدثون عنها. واحدة عدم وجود بناء قدرات، واحدة من التحديات التي يواجهها الشباب عدم وجود تعليم مناخي، وهو يعتبر واحد من أكثر العراقيل في انخراط الشباب في المفاوضات المتعلقة بالمناخ. ماذا عن المفاوضات؟ ماذا قبل مؤتمر الأطراف أو بعده؟ يحضرون الشباب ولا يعلمون ما سيفعلون، يكونوا محبطون ويكونوا يخسرون. رئاسة مؤتمر الأطراف نظرت بعمق على هذه التحديات وتتحدى الوضع الحالي. الأسئلة التي تواجهنا: كيف يمكن أن نتعامل مع جذور هذه الفجوة كي لا نواجهها مرة أخرى؟ لماذا شباب يستمرون في معاناة من هذا الأمر في مؤتمر الأطراف؟ كيف يمكن أن نطور وننمي تفكير واضح بشأن الأمور المتعلقة بالمناخ؟ ولكي نحدد ما هي السلوك الذي يجب أن يتم، كيف يمكن أن نحفز ريادة الأعمال الخضراء والحماية البيئية؟ الإجابة كانت واضحة: التمكين عن طريق التعليم هو أمر يعني الإمارات العربية المتحدة. عندما نتحدث عن بناء القدرات نعني العلم العميق وليس السطحي. العلم التعليم السطحي لا غير مجدي، وسأشرح لكم الأمور السطحية. نتحدث عن الطاقة النظيفة ونشعر بانتشاء، ولكن بعد وقت قليل ينتهي هذا الشعور. هو قصير المدى مثل المذاكرة من أجل الامتحان وثم نسينا كل المعلومات. ما نسعى هو العلم العميق مثل المأكولات الزائدة، وهذا هو ما تتطلبه كارثة المناخ. نحتاج أشخاص بفكرة عميق وطول مدى عندما يتعاملون مع الأزمة المناخية. عندما لا تفهم المشكلة يمكن أن تحلها. تعريف المشكلة يتطلب معلومات كثيرة، ولا نتحدث عن أننا نقول للشباب ما يفعلون، ولكن نود أن نمكنهم أن يتعلموا من قنوات مختلفة كيف يمكن أن يتعلمون وكيف يتعاملون مع المشكلة المناخية. ما هي التنوعات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار؟ فماذا فعلت الإمارات العربية المتحدة؟ أول، كان هناك طلب دفع الفعل المناخي عن طريق ثلاث طرق، ثلاث مسارات: أن يكون هناك شراكة في التعليم الأخضر، وأنا أحيي وزير التعليم هنا في مؤتمر الأطراف. وأيضا كان هناك مبادرة للقدرات الخضراء، منصة للقدرات الخضراء. وما يثريني أنه إرث ليس فقط لهذا المؤتمر ولكن للمستقبل والجزر الصغيرة والدول النامية. رقم اثنين، فريق الشباب للعمل المناخي قام بإطلاق هذه المبادرة للعمل لتقوية وشمول الشباب وتقوية أصواتهم. ولكن أيضا آخر ركن وهو مهم وهو التعليم. نحن نعلم أن من أجل أن يكون هناك تقديم على كل الأركان يجب أن نمكن الشباب عن طريق بناء القدرات وعن طريق التعليم. وقمنا بالشراكة مع اليو إن إف سي سي لزيادة الوعي
طيب التعليم والتعليم ذي الموارد المفتوحة الذي يكون موجود على الموقع الإلكتروني للوصول لكل الشباب في مؤتمر الأطراف يتحدث عن التكيف تحول التكنولوجيا وقائمة تستمر وأيضا نعمل في بناء القدرات الحي المباشر في مؤتمر الأطراف وعندنا برنامج للوفود الشباب الدولية عندنا من مجموعات من المجتمعات المهمشة والهشة حول العالم هم بالفعل حصلوا على قدرات من القدرات من هارفارد ويتم تدريبهم على مدار العام وليس فقط في مؤتمر المناخ وأنهم كانوا رائعون وبسبب استثمار الإمارات العربية المتحدة في هؤلاء الشباب ثلثهم بالفعل تم اختيارهم ليكونوا جزء من فريق المفاوضات بالنيابة عن دولهم وده يعتبر شمول وأحواء مهم. أخيرا أود أن أقول أن التعليم هو الضوء في هذه الفجوة علينا أن نستثمر في هذا الضوء هو ضوء للفهم والتوضيح الضوء هو الشباب الذي سيدفع العمل المناخي عن طريق الوحدة هم الضوء وعلى من يساعد هذا الأمر طموح العمل المناخي للحصول على الضوء وتلألؤ مرة أخرى وأتمنى أن نمشي بمسيرتهم أشكركم.